حول هذه المعركة خليني أخذ معانا على تليفون بكل ترحيب دكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق بني سويف. أهلا بك يا دكتور. أهلا يوسف بيه، تحياتي لحضرتك، كل سنة وحضرتك وأسرة البرنامج وكل الشعب المصري والعربي والإسلامي بألف خير وسعادة. رمضان كريم على حضرتك. حول معركة كبرى احنا خضنا يمكن في خلال تقريبا كانوا 15 سنة من 73 تقريبا ل 88، خضنا معركتين، معركة عسكرية ومعركة لأجل استرداد طابة. المعركة العسكرية الحمد لله انتصرنا فيها انتصارا مؤزرا، ثم المعركة القانونية برضو انتصرنا فيها انتصارا مؤزرا. ازاي مصر قدرت تكسب معركة أمام هذا الكيان، هذا العدو، وهو مسنود لو صح التعبير أو مساند بتعبير آخر من كبريات القوى الدولية؟ الحقيقة أن هي كانت معركة ربوع طابع، كانت معركة مكملة للمعركة العسكرية في 73 وانتصارنا، هي متوجة للانتصار العسكري بانتصار دبلوماسي. زي ما حضرتك عارف ان قوائم العلاقات الدوليه قائمه على الجزئين، ما فيش معارك عسكريه بتستمر على طول، المعارك العسكريه دائما بتبقى لفتره مؤقته للعوده الى مائده المفاوضات وتحكيم العقل وقواعد القانون الدولي وما يجب ان يكون. فاسرائيل صراحه بعد عام 1973 اتفقت على الانسحاب من كل الأراضي بتاعتنا وأن احنا تعاد لنا كل شبر من أراضينا، لكن جاءت في الانسحاب من منطقة الأراضي اللي احتلتها ومنطقة طابة، وكان في 14 نقطة متنازع عليها في غيرت معالم وقالوا أن الطبيعة الجغرافية اللي غيرت الكلام ده، لكن من 91 نقطة، من نقطة واحد ل 91 العلامات لأنها خط مستقيم، فغيرت منها عشان تضع يدها في الجانب الغربي من الأراضي المصرية الموازي لإيلات من الجانب الثاني في أم رشراش في الأردن، على أساس تبقى عندها في نفس الاتجاهين مسيطرة على جزئيتين في نفس الاتجاه. بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية أراد خط إسرائيل لاتفاق التحكيم، وتم اختيار يعني فريق على مستوى عالي جدا طبعا من المحكمين المصريين الأطراف المصريين، والحقيقة أنهم خاضوا معركة فترة استمرت حوالي 6 سنوات ولغاية ما عام 1984 صدر الحكم وانتهت الأمور برجوع طابة بكامل. ده بيأكد جزئيتين هامتين، الجزئية الأولى أن ما زالت قواعد القانون الدولي الرضائية من خلال التحكيم قادرة على أن هي تعيد الحقوق إلى أصحابها، دي جزئية أولى ومهمة في العلاقات الدولية، أن ليست كل العلاقات الدولية علاقات عسكرية أو علاقات حربية، وأن التلويح باستخدام القوة العسكرية أبدا لا يحل المشكلات الدولية في عصرنا الحالي. الجزئية الثانية والمهمة إرادة مصرية قوية وفريق عمل قوي فرض سلطان وسيادة مصر، ويلا الحق طبعا أن هي تضع يدها على كل شبر من أراضيها طبقا اللي هو المتفق عليه، وبالفعل انتهت الأمور وتم رفع العلم المصري على كامل الأراضي المصرية. الحقيقة الثالثة والمهمة اللي بتأكدها هذه الجزئية أن عندما تريد الدولة المصرية أن هي تستعيد أراضيها لأن هي بتأخذ مالها وتعطي ما عليها، فإذا كان هذا الأمر لدولة أخرى ولسيادة دولة أخرى زي ما هو موجود في بعض تقسيمات الحدود، فاحنا بنعترف اعتراف كامل كدولة مصرية بحقوق الدول الأخرى زي ما بنتمسك تماما بحقوقنا وأراضينا، كل حبة رمل بنقاتل عليها وكل ما هو للآخر بندهوله عن طيب خاطر. طيب يمكن هفكر مع حضرتك بصوت عالي يا دكتور، هل من الممكن خوض معركة قانونية مماثلة لاسترداد أجزاء من أراضينا الفلسطينية من نفس ذات الكيان؟ يعني هل من وجهة نظر حضرتك وبخبرتك الطويلة أنه هناك أمور نستطيع أن نخوض فيها معارك قانونية، ولا أنه في الحالة دي توازنات القوة العسكرية على الأرض
بتحكم، توازنات ميول القوى السياسية الداعمة لإسرائيل زي الولايات المتحدة الأمريكية أو كثير من دول أوروبا إلى آخره، برضو هي اللي بتحكم. هي الحقيقة بتبقى الظروف، يعني خلينا نقول إنه مجموعة ظروف بتبقى مهيئة بالكامل لأن هي تضعنا في حقيقة الأمر. فالظرف الدولي بالذات هو اللي بيبقى ضغط على إسرائيل، فما لم تكن القوة الدولية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية زي ما معاليك عارف وأغلب السادة المشاهدين إنها بتبقى صاحبة القول الفصل في الضغط على إسرائيل في القبول باللجوء للتحكيم، لأن التحكيم عنصر اختياري، لا يمكن أبدا إن أنا أجبر دولة على إن هي تخضع للتحكيم، لأن هي بتضع شرط إنها سوف تنزل طواعية واختيارا على حكم المحكمين، وده اللي كان في طاب. فما تقدرش تتنصل بعد حكم التحكيم من تنفيذ القرار. اللي أنا بقصده إيه يا دكتور؟ إنه أنا عندي اعتراف دولي بإنه إسرائيل احتلت أراضي بعد 4 يونيو 67، يعني من يوم 5 يونيو بدأت في احتلال أراضي عربية. طيب جزء من هذه الأراضي العربية كانت أراضي مصرية، ودي إحنا حررنا أغلبها عسكريا، ثم طاب بالتحكيم الدولي. لكن في فلسطين لا توجد قوة عسكرية مكافئة لجيش الاحتلال تستطيع تحرير الأرض، لكن عندي اعتراف دولي بالاحتلال. السؤال بقى، هل أستطيع استخدام هذه الاعترافات الدولية بإنهاء الاحتلال باعتبار أنه إسرائيل هي آخر دولة موجودة على ظهر البسيطة تقوم بإجراء احتلال كولونيالي، احتلال انتهى من بعد من سنة 45؟ ومصر ممكن تكون عنصر مساعد في الموضوع ده، يعني مصر تكون عنصر مساعد لمسألة الوصول إلى بالشعب الفلسطيني إلى مرحلة التحرير، لكن ما نبقاش الفاعلين، لأن هناك فرق بين أراضي تخضع لفلسطين، دولة فلسطين دولة من وجهة نظرنا دولة يعني لها حقوقها وعليها واجباتها، محتلة أراضيها هي وحدها صاحبة القول الفصل في الدفاع والوصول إلى مرحلة التحرر من الاستعمار. وده المقصود إن هم يعملوا، يعني يطلبوا إنهاء الاحتلال بشكل قانوني. هل يوجد ما في القانون ما يسمح لهم بإن هم يتحركوا بشكل أكثر فاعلية؟ هم بيتحركوا بشكل إيجابي، ده طبيعي، بس بشكل طبيعي. أكثر فاعلية لو وصلوا لمرحلة الدولة والاعتراف الكامل من خلال الأمم المتحدة وغيرها من المجموعة الدول الأوروبية بدولة فلسطين في خلال المرحلة اللي جاية، وتم الاعتراف بدولة فلسطين كاملة السيادة، تستطيع النهوض وتستطيع تحريك الدوائر الدولية كلها للوصول إلى يعني استقلال كامل وتحرير كامل لكامل الأراضي الفلسطينية. وكذا الجولان في سوريا، يعني خلي بال حضرتك الجولان محتل، بس انا هنا بقى كمان الجولان المفترض انه تحت سياده دوله مستقله كامله السياده اسمها سوريا ومعترف بها دوليا. صحيح. يبقى صحيح. موقف سوريا بخصوص الجولان قوي. صحيح. كان يجب انها تعمل زي مصر كده، تدعو لانها تدخل في مفاوضات وعلى مع اسرائيل وتضع ضوابط وتبدا مرحله تحكيم من خلالها الوصول إلى مرحلة الجولان زي ما مصر عملت في طابة. لكن أعتقد أن الظرف السوري مختلف، الزمن كان مختلف ما بين سوريا ساعتها لو حضرتك فاكر كانت تخضع يمكن للسوفيت أكتر، كان لها ميول تجاه الاتحاد السوفيتي السابق، إحنا كنا في المعسكر الثاني، فقصدي أقول لحضرتك كانت المواءمات شوية مختلفة في المسألة دي، فاحنا الظرف الدولي ساعدنا لأن الولايات المتحدة الأمريكية أجبرت إسرائيل على قبول التحكيم مع مصر، وده كان نقطة الانطلاق. ثم توج ده الإرادة المصرية القوية لعودة كامل الأراضي، ثم توج ده الفريق الهايل، وأنا كان لي الشرف إن أنا تتلمذت على يد أستاذنا الدكتور مفيد شهاب ودربت كتاب سعادته المعني بطابة، وده كتاب طبعا يعني ارى من وجهه نظري ان هو يعني يجب تعميمه عشان للاجيال اللي جايه تقدر ان هي تتعرف على القدر، لان بذل جهد يوسف بيه هائل هائل والى الان صحيح. يعني لسه كتير منه يعني لا نعرفه. صحيح، ولا زال جانب المعروف من هذا الجزء يدرس الحقيقه في كبريات مدارس القانون على مستوى العالم. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور احمد فوزي استاذ القانون الدولي وعميد كليه حقوق بني سويف.